يعني بالأخير إلا عملت اللي براسك. لشو؟ قصدي فرات، عصبتي عليه زيادة ما؟ ما عاد يعرف يسكت على لتو حكي فاضي وعم يشوش على زيزي، وبعد اللي شفته صرت متأكدة مثل ماني شايفتك قدامي إنه سحر ما أنا معجبة فيه. لا لا انسي، مو فرات، في واحد غيره. المسا شفته شاب أسمراني حليوة وشعره أسود، فات لعنده وحكوا كتير مع بعضهم وبعدين طلعوا وراحوا سوا، وأنا ضليت واقف عم اتفرج عليهم مثل الطير يلي مكسورة جناحاته. انت زعلان؟ ليش؟ شو هو الحب اصلا يا ديار؟ حزن. اختصروا هالمعاناة كلياتها بحرفين. ايه شو بدنا نساوي؟ رح نتحمل. يلي بيحب ما بيهمه ابدا، مو هيك؟ مهما كانت المسافة كبيرة. شوفي يا زينب، خلينا ما نعمل هالشي. وأنا كنت فكرتك حاببني. لا أنا كتير مهتم فيكي، يعني كتير مرتاح لك هيك، لنظراتك وضحكتك ولا شعراتك الحلوين يلي بيطيروا بجنان بكل مكان. طالع على أمي، أمي كمان شعراتها مجعدين ونفس العيون. أمي كتير حلوة وما بتشبه أي أم تانية، بلكي بعرفك عليها. بلكي؟ إيه. شو إيه؟ كنت عم تحكي قديش بتحبني وبترتاح لي. كتير برتاح لك، إيه كتير. إذا هيك لا بس عن جد خلينا هيك وبس. أنا ما عم بفهمك بنو. Aşk olsun aşk olsun şu alemde, hep aşk olsun şu alemde, hep aşk olsun. O güzel de beni sevsin, gönlümdeki şu taht dolsun. انت مو قلت لي انه شاب اسمر محمود؟ ايه بلا. معناها انت يا مخربط يا مو شايف. يا تيار ممكن يكون مخطير شوي بس لسه ما عميت عم شوف. خلينا نقول انك ما تذكرت منيح. لا انا ما بنسى بنوب. طيب معقول امبارح اسمر واليوم ابيض؟ معقول سحر تغير هيك كأنه عم تغير اوعية؟ والله وانا كمان ما عم بفهم. لا 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 واضح كتير انه ما بتحبه، ما في بيناتهم شي وانت مخربط. انتي بالعادي بتصدقيني، هلا ليش ما عم تصدقيني؟ ماشي بس هذا الشاب ابيض مو ابيض. إلك مو وقتها. صباح الخير. صباح الخير، يعطيكم العافيه، تعالوا اشربوا شاي. لا خذوا راحتكم. شفتي شلون انكشفنا؟ شو في لي على هالموقف بقى؟ في شغلة لازم تعرفها كتير منيح، لما بدك تبيع سجادة ما لازم ابدا تستعجل. ليش؟ لما بتقوي النار بتتبخر المي، يعني بدك تعتبر الزبون مثل المي، إذا قويت النار بدقيقتين بتبخر من بين إيدينا. على شو عم تضحك؟ على فكرة طريقتك حلوة بالشرح. لا يا، لما بتتعلم الصنعة من المعلم حقيقي غير. حقيقي، المعلم الحقيقي مو أنا يا أخ فرات. هالشغلة كان لها معلم واحد. بس هلأ ما عاد بيناتنا جمال، ما هيك؟ حكولي عنه، قال السجاد الحرير بيزتها بالهواء بتنزل باتجاه القبلة. مظبوط. صحيح، خلينا نعلمك تدوير السجادة بالهواء. شوف هلأ، خلينا نبلش بسجادة صغيرة. هلأ أنا أخذ السجادة ومسكتها من هون هيك، صحيح؟ شفت؟ بتكون حرة من الطرف الثاني، وشديتها هيك بترميها بالهواء وبتدورها مثل ما أنك شايف. شلون؟ عجب طارت. لا
لك؟ وهلا انت جرب لشوف. لا انا ما فيني. لك بتقدر يا اخي، ليش شوفي يا. يلا مسكها. وهي مسكتها. ايوه حملتها مزبوط. هلا طيره طيره. اسف يا خيي. خد يا ابني هي لك. كتير حلوة وغالية. قلت لحالي طالما رجعنا نكون سوا ونشتغل سوا فضروري انه ابني تيمور ما يشيل بجيبته غير هي. شكرا بابا. هي ما رح نمشي؟ نطلع سوا. بس بالاول عندي مشوار صغير وبلحقك بعدين على المحل. والله؟ ايه طيب تفضل لك. يلا ماشي. يا ضياء ماني مصدقه اني خليتني اشوف هاليوم. الله يخلي لنا اياك. ويخلي لي اياك يا نعمت. تسلمي لي. الله معك. تمسكها هيك بخفة وكأنك ماسك طير. طير. وهل استرخي؟ ارخيها. ها؟ ها؟ دورها. عم بتلبك من هدول. اها افترض انه في زبون عم يتفرج، كيف حتساوي؟ رح تقول انا فيني طير السجاده بس غمضوا عيونكم؟ منك يا ديار، انت كمان ما عم تشجعي. يا محمود ما كل الناس عندها الموهبه، مو كل واحد بيقدر يطير سجاده. تفضل. مثل افلام كرتون. ولا قوة الا بالله. بعد بعد. الو؟ يس يس هونر كاربت. وط بط. لحظة الزبون هو اللي عم يحكي، شو بدي اقول له؟ قل له كل شيء تمام ونحن منخبرهم بعدين. طيب يعني بأي لغة لازم احكي معه ديار؟ يعني انجليزيتي على قدها بتعرفي. انا بحكي اذا بدك. اخوت صحيح ما بعرف طير سجادة بس بعرف احكي انجليزي. Yes sir. Yes. How are you? Fine. We are all good. What? But of course, everything's great. More than great. Why not? I will send you a photo. You too. Bye. شو صار؟ شو قلت له؟ أبدا. سألني كيف كنت، قلت له مناح. سألني كيف السجادة، قلت له هي كمان تمام. قال لي طيب خذوا له صورة وبعثوا لي اياها لشوف، قلت له على عيني. شو قلت شو؟ لك شلون بتقول له انه الشغل منيح؟ يعني معقول تقول له انه الشغل ماشي تمام؟ يا حبيبي شو رح نسوي هلا؟ هلا عن جد صار بدنا معجزة. قالت من اولوياتي بالحياة انه يصير عندي طفل. شو 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 قالت؟ عد لي اياهم على مهل وحده. قالت هيك بالضبط، هيك بالحرف الواحد، الزوج والشريك والزواج ما بيعنوا لي ولا شيء من هيك. انا بس بدي اصير ام وبس. وكيف بدها تصير ام يعني اذا ما في زواج؟ شو بيعرفني انا، عالي ابدا مو هنيك. طيب عقلك مو هنيك واساسا ما عندك تفكير، شو الحل لهالقصه لك؟ اسمع لك، هو يعني والله اللي صار بالاول انه انا كمان فتت بالحيط، بعدين قلت لحالي شو فيها اذا هيك صار ولد صغير بيشبهه لجمال، بتلاقيه عم يلعب هون وهنيك بيناتنا، شو فيها؟
معقولك أردا أنت مستوعب الشيء اللي عم تحكي؟ لك البنت ما بتعرف إنها بتكون أخته لجمال أساسا، وأنت لساتك عم تقول ولد صغير. شو؟ أي ولد؟ لا ما في شيء ديار، كنت بس عم بحكي عن ابني لأردا. أنت كان بدك شيء مني؟ ممكن تجي شوي محمود؟ يلا جاي حاضر. لا تعاند يا حجي، ليك ما تضل بجيبتك 5 ليرات ورجعت لبيت أبوك بعد هالعمر؟ قلت لا، لاقي غيري. حجي هاي الفرصة كبيرة، غلط انك ترفضها. خايف ما تزبط؟ لا خايف منك. ايه كأنه هاد اكتر شي منطقي، راح نخبره انه هاد اللي صاروا منشان هيك ما خلصنا، وخليه يقول يلي بده اياه. وانا كمان هيك رأيي بالموضوع، خلص راح قله لأردا يحكي معه. بس يا ديار هداك الزلمة الزبون، اذا قال طالما ما قدرتوا تكملوا السجادة رجعولي السلفي اللي اعطيتكن اياها، وقتها شو راح نساوي؟ انتو ما ينشغل بالكن. لوين فايت هاد؟ شو يعني ما ينشغل بالنا؟ انت شو عم تساوي؟ عم نفذ الوعد اللي قطعته الزبون، مو لازم نبعت له صورة؟ ما رح نبعت له شي. لك هالشقفة الصغيرة شو اللي رح نبعت له فيها؟ أنا برأيي أنه لازم نخبره، الزلمة ما رح ياكلنا. ما رح ياكل حدا، ما رح يصير شي، انتو بس وثقوا فيني. والله أمركم غريب، يعني هلأ معقولة يكون في شارع بالسوق اسمه نهر الأحزان؟ يعني الناس لازم تتسوق ولا تتألم وتبكي؟ إذا هيك لازم نقلبه سوق محارم مو سوق قماش، يعني حتى لو الاسم قديم لازم نغيره. ما؟ بعدين شو يعني سوق الجاج؟ هلأ ما خليتوني بيع السجق اللي ريحته مثل الفل، بس معلش تبيعوا جاج؟ شوف يا ابني، ما بيصير الواحد يكون عنيد هيك وينتقد بهالشكل. لا تواخذني يا أخي، مع كل احترامي أنا رح أعطي هالسوق حقه، رح نسمي هالمكان أناتولين سون. شو يعني؟ يعني شمس الأناضول، وهذا الاسم مو أنا اللي اخترعته، هاي الشمس موجودة من 1000 سنة، بس بدها عين تشوف. ما هيك بالله؟ كربيس شفت انه كان ضروري ترشح حالك؟ هالمكان رح يتجدد ورح تتجدد فيه الحياة. يس يس، أوباما الرئيس الأمريكي شو بيقول؟ يس وي كان، ونحن بإذن الله يس وي كان، انتو بس انتخبوني. انه ما بدك شي تاني؟ ايه لا انا اصلا ماني كتير جوعان، تسلمين. شو بكون مهمومين في شي؟ شو نساوي؟ الهم ما بيخلص. انت كيفك؟ منيحة، كتير منيحة. ها؟ اهلا وسهلا. اهلا فيكي. كيفك؟ منيحة فوت. ها شفت؟ شفت بعينك؟ هاي هي الشخصية المهمة اللي عم تنافسك. لك اخ منك، انا كنت عرفان شو عم قلك، والله كنت عرفان. لك حاجي بقى، وانا برايي بكفي. شو رايك تساله؟ هاد ثالث واحد، والله ديار ما عاد تصدقني ابدا. شو اردا؟ اذا عم كذب ان شاء الله هاللقمه ما بتنبلع معي. لك بيومين هاد ثالث شب بشوفه معك. يا حول الله اخي، اكيد اكيد صاير لعلك شي انت. كيف يعني ثالث شب؟ يا إلهي شايفة؟ هاي الله دخيل اسمه طالعك مرة تانية بوشي. شو عم تحكي مصطفى؟ بهالسوق بيطلع كل يوم بوشنا 1000 واحد، ما هيك؟ وغصبا عننا عسيرة السوق. انت سمعتي بآخر مشروع إلي؟ اسمعي لأحكي لك.
إذا صرت رئيس بهالسوق رح غير كل أسماء الشوارع. هالأسماء صارت قديمة كلها ما هيك؟ مثلا شو في اسم هذا الشارع؟ نهر الأحزان. إيه هذا زمن الفيسبوك هلأ، بدنا نضل متخلفين؟ رح غير كل التسميات بإذن الله. إيه عمالي اللي بريحك بس بعد عني. شوفي وهذا الشارع كمان رح سميه ديار، شارع ديار، شو رأيك؟ عن إذنك مصطفى. شوفي ديار، أنت ما بتعبريني بس أنا إنسان عرفت نجاحات كبيرة بوقت كتير قصير، يعني حتى يلي أسس الجمهورية التركية كمان واحد اسمه مصطفى. يا الله بخيلك صبرني. شايفة ما أحلى هالجملة؟ الله يعطينا الصبر. وأنا قديش صبرت عليكي، مستعد لسه كمان مصطفى. انتظرت وأنتظر وسأنتظر. شو عم تعملي؟ ولا شي. شوفي شو رأيك نروح على السينما ام وبنتها سوا؟ ها؟ لا ومن وين طلعت هالشغلة هلا؟ قريت بالجريدة في فيلم تركي جديد عم ينعرض هلا، قالوا حلو. ها ومين عم يقول هيك امي؟ يلي شافوه ايه بالجريدة هيك قالوا، ومن بطولة ممثلك المفضل، ومنا منكون غيرنا جو. ها؟ لا امي انا مالي خلق روح، اذا انتي على بالك روحي لوحدك. يا عيبي شو ما عليكي، بدك يعني روح لوحدي يعني؟ ليش شو فيها بقى؟ اصلا بالسينما ما حدا بيحكي مع حدا. ايه امي شبك؟ على شو عم تدوري؟ لا يا بنتي قلت لحالي بدي لأخوكي. ها عم تقري الرسائل ولا شو؟ بس مو بقصدي صدقيني. بس شفتي وقريتي بنتي؟ انتي مرافقة حدا؟ ليش ما خبرتيني؟ امي بكفي بقى، حاجة تعامليني كأني طفلة صغيرة فهمتي؟ انا صرت صبية بكفي بقى، حلوا عني. شوفي ديار لا تشغلي بالك الا ما نلاقي حل. الله كبير. كيف بدنا نلاقي حل يا محمود؟ ديار هي إلك. اه شو هاد؟ ليه عذبتي حالك؟ هداك اليوم شفته عليها وعجبني قام جابت لي اياه نفسه. شكرا. ما في شي من قيمتك. شكرا. يلا حشوف مين. زيزي كيفها منيحة؟ والله منيحة عم تشتغل. انت ما بريتي اليوم شو صار فينا؟ كتير تكركبنا. شو صاير؟ اتصل فينا قصدي الزبون. ايه طبعا مثل ما بتعرفي من يوم ما مات جمال ما حركنا ساكت. لا تقول هيك محمود. ايه ما اشتغلنا شي. لا 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 تقول مات، لا تقول هالكلمة، قول راح لمكان تاني لعالم تاني. ممكن ليش لا، بعدين هيك الواحد بيرتاح اكتر. المسا بتروح معي مشوار، شو رأيك؟ خايف تكوني بدك تشوفي ناس تانيين. ايه ومشان هيك بدي اياك تروح معي. رح تجي؟ شو عم تعملي هون انتي؟ اجيت لحتى اشوفك، ليش ما عم ترد على موبايلك؟ شو بعرفني؟ انتي خربطيلي مخي. موضوع الولد؟ لك خلص بقى لا تفكر كتير بالموضوع، يعني صحيح انا جدية بالقصة بس هلأ ليك عندك فضاء؟ تفضلوا. شو هي؟ صورة السجادة. بهنيكم كتير مشتغلين حلوة. من وين طلعت لنا السجادة؟ ولك يا ابني من وين؟ انت مفكره عاقل؟ هذا واحد مجنون رايح مصور نول غير نولنا. شو غير نول؟ شو بنا؟ معقول ما بتعرفوا السجادة تبعكم؟ سجادتنا هي؟ هاي؟ ديار شو عم يقول هاد؟ ها؟ كيف هي سجادتنا؟ نحن بسجادتنا ما في هيك رسمات غريبة. بعدين هاي عن جد سجادتنا. طيب وهدول يعني شو يلي بالنص؟ كائنات فضائية ولا شو؟ هدول من تصميمي.
بعدين بتلاقي لها انت اسم؟ ليش هلأ بلاقي لها؟ زهرة المريخ. محمود مشان الله ما ترد عليه هلأ، بعدين هي أكبر مرتين من سجادتنا، يعني كذب. لا مو كذب، فوتوشوب. في برنامج بالكمبيوتر اسمه فوتوشوب، شوي اشتغلت عليها. شوي اشتغلت عليها؟ وأنا بعدين كيف بدي ساوي هالرسمات الغريبة هي؟ وكيف بدي ابعتها للزبون؟ هلا بدك الصراحة، هدول الصور اللي بين ايديكم انا بعتهم للزبون بالايميل. شو؟ بول اجى على اسطنبول. ايه؟ شو رح يصير؟ يعني رح تلتقوا؟ ايه مجبوري. ايه وليش مجبوري؟ مشان خواتم الخطبة والهدايا يلي من عائلته لازم رجع له ياهو، وكمان حديث الوداع ومن هالحكي. ايه شو نعمل؟ اشربي كاسة شاي تانية؟ تروح معي؟ عفوا؟ لك بعرف انه فاجأتك، بس ما حابة روح لوحدي وما بدي طول القصة، يعني بس خليك جنبي شغلة نص ساعة مو اكتر، وبعدين منروح سوا على السينما. لك يعني ما بصير هالشي، يعني اكيد رح يتضايق. لك بول امريكي ما بيشبه بطبعه الشباب الأدراب، وهالشغلات عادية، يعني ما بيزعل من شوفتك. ليك بس تشوفه لبول رح تقول انه معي حق. ظريف، حتى ناوية نضل اصدقاء. يلا رجاء. ماشي خلص بروح، بس ليكي ما تدخليني بشي، انا بروح وبقعده بس. اتفقنا. مشان تعرفي قيمتك عندي كرمالك. ها بعرف كرمالي. هلا انت ليش معصبك لهالقد؟ لانه هذا اسمه كذب. لا مو كذب، هي حقيقه الغد. هلا انتو مو عم تنزجوا هي السجاده، عم تنزجوها. طيب وانا كمان ورجيته للرجال مخطط الشغل. ها اكيد الزبون رح يقول يا اما فرطوا هالمسخره يا اما رجعوا لي مصاريه، وبتشوفوا. الو. يس يس. ون مونوت ون مونوت. ورجينا هلا شلون رح تحل لهالورطه. يس يو هاف جت ات ريلي اوف كورس. ويت ا مينيت. الزبون حابب التصميم كثير، عم يسأل عن الاسم. شو؟ لك عم يسأل عن الاسم، الزلمه ناطر على الخط، يلا اخترعوا اسم. لك يا عيني ديار، قولي لك شي اسم. ورجيني بدي اشوف. هي ورده، بتشبه ورده. ورده ديار، ديار الورد. حلو. يس روزلاند. روزلاند. موت جاي عبالي اكسر له اصبعته. هاي طولي بالك. وين؟ واي نوت؟ اوف كورس وي ويل بي هير. سي يو ذن باي. شو رح نساوي هلا؟ كيف بدنا نحلها؟ ما في داعي نحل شيء، لانه ما في شيء منزوع اصلا. الزبون كثير حابب التصميم وكثير عجبته السجاده، ورح يبعث لكم كمان دفعه. دفعه؟ دفعه يا اخي، هذا احلى خبر بسمعه اليوم، ما هيك ديار؟ عم يقول اذا بدكم اعطوه رقم حساب، او اذا بدكم بس يجي بيعطيكم مصاري. بس يجي؟ بيجيب معه؟ ايه لانه جاي بعد شي اسبوعين ثلاثه. ما عندكم خبر؟ انا خليني قاعد هون احسن ما اجي معك. بلا حكي فاضي، هلا اجيت معي وبدك تنطر برا؟ هي شافنا، يلا نفوت. كثير صعبة ما؟ لا حبيبتي، اذا بس حددنا الرسمة الباقي سهل. بس عامل لك رسمة؟ ايه ديار؟ أنا هلأ مضطر روح. أنت روح محمود، نحن رح نضل شوي، منه زيزة تشتغل ومنه بكون حددت الرسمة، وإلا ما رح نلحق أبدا. والله ما بعرف إذا رح نلحق ولا لأ، بس على القليل الزلمة بشوف إنه عم نشتغل عن جد. أيوه هذا مزبوط، بس يعني كيف فيكم تضلوا هون؟
باب السوق بيتسكر بالليل. شو؟ جبت معي صور أكبر للتصميم، يمكن هيك أريح لكم. لك طيب ما قلتولي كيف بدكم تضلوا هون؟ أنا حكيت مع الحارس رح يستنانا لنخلص. يستنانا؟ أنت كمان بقيان؟ ما أساساً أنا السبب. طبعاً أنت. طيب أنا رح أجيب أكل. معناها منضل كلنا سوا، اتفقنا؟ لا لا محمود أنت روح، لا تتعطل من شاننا، كلها كم ساعة ومنخلص. بس يا ديار محمود يلا، شو كل يوم رح تعزمك سحارة؟ هي أول مرة بتعزمك، لازم تطلع معها. إيه معناها بشوفكم، باي زي زي. It's good we exchange these. So I guess that's it. You got your presents and I got mine. Anyway, tell your parents that I said hi. This is farewell. I won't be seeing you. I am leaving the country. هذا هو؟ عفوا شو؟ الاسم ايدا؟ ها اردا. اردا. لا مو اردا. اردا اردا. على كل مو كتير مهم. اوه لا لا كتير مهم كتير مهم. زينب كتير حكت لي عنك. How do you say? She's a friendly woman, you know. Sociable, social. Yes, she is. And hope akata, right? Huh? In bed, I mean. شو عم يقول هاد؟ Please. Really don't like this guy. أنا ما خبيتك، ما خبيتك أبداً أبداً. يعني أنا اللي كتير حبيتك، آه؟ لك شو بدكم شو جنيتوا؟ والله العظيم كأنه بالشارع بكفي بقى. شو حدا ساعدنا؟ لك وقفوا بول. يا عيني هالأمريكي يعني وعصري وهيك شغلات عندهم عادي كتير. هيك بيكون العادي؟ ها؟ الواطي طلع متعصب أكتر من أكتر تركي متعصب. شو هاد يا؟ ايش بيعرفني؟ أنا كمان اتفاجأت، ما توقعت أبدا. كان لازم تتركيني، يمكن كنت اقتله هنيك بس خلص راحت. لو شو؟ قال بدها تضل صحبية وياه. لك خلص اللي صار صار، سكر على الموضوع. شوفي يا بنتي بكل مكان بالعالم الرجل رجل والمرة مرة، عم تفهمي؟ عشو عم تضحكي؟ عشو؟ لك شو بيعرفني؟ الموقف بيضحك. أول مرة بيتخانقوا شابين مشاني. حلو هالشعور. لا يا فهمي بقى القصة منافسة. توبة يا رب. شوفي على هالأشكال الغريبة من وين ناكشون؟ أي يمكن يكون عاملها من خياله. أصلاً هيك واحد معقد شلون رح يطلع معه غير رسمة معقدة من مخه وخياله؟ انتي ما حبيتي لفرات معي؟ حاجته الكل بيحبوه، ما بتفرق اذا انا ما حبيته. على فكرة سمعت كل شيء. اي ما شاء الله بتقرا افكار كمان. جبت لنا اكل يا فرات؟ ايه. يا سلام جاب لنا لحمة بعجين. وهون في شغلات للشرب. انت حتضل قاعد هون؟ ما بعرف شو بدك يعني اعمل؟ ولا شي، ما بدي اياك تعمل شي، ساوي اللي بتعمله بالعادة. İçimdeki sesler belki gafet. Şu bak Mahmud, ليش جمدت هيك بأرضا؟ لا لا أنا منيح. متأكد؟ إيه تفضل لهون تفضل. تعال وينك لهلا؟ أهلي الله منيح هلا خلصت. أولى فهمش يمكن يضمش. ما عاد تميزت الشوربة من الكب النية. وين بقية الشباب؟
نحن خلصنا شغلنا يا فرات. شو خلصتوا؟ ما رح نخلص بهالسرعة طبعا، بس تقريبا حددت أكبر قسمة من الرسمة وبكرة منكمل. اي طيب خلينا نمشي يلا. يلا مو عساس كلنا بدنا نرقص سوا؟ يلا جاية. تعال عرفك على محمود، محمود صديق من السوق المغطى، هذا علي أخي. تشرفنا. وأنا كمان تشرفت. أنت روح وهلأ أنا جاية. تمام. قلتي لي إنه هذا أخوكي. إيه نعم. علي تعرفت عليه، وفي هذا الأشقر ذو الفقار، وفي الأسمر اللي وراه هذاك اسمه حسن. وهات لشوف، عرفت لي هذاك الصغير؟ لك مو هذا محمد علي؟ هو كمان اخوك؟ اي نعم، نحن سبع اخوة. شايفوا هنيك احلى صبيتين بالعالم، وهدول اخوات كمان. اي خلينا نشرب لك. أنا رح شوف الحارس. طيب. مانو هون. بس أكيد على الباب الثاني. جاي لا تروحوا. بدي نام. حياتي اصبري شوي شوي ومنصير بالبيت. تعي تعي نقعد هون. تخيلون نعسان. ديار شو؟ كيف؟ ما قدرتوا تطلعوا؟ طيب طيب طولي بالك شوي انا جاي. عم بقول انا هلا جاي طولي بالك. اي ماشي الله معك. كنا عأساس نلتقي هون بس مانو هون. اتصل فيه على تليفونه. أنا حكيت مع محمود بس دقيت بس مسكر موبايله. يعني؟ يعني ما عم تقدر تقول إنه علقنا وضلينا هون ما هيك؟ لا ما عم قول هيك بس إيه رح أرجع تقله مرة تانية لو سمحت.
ديار زيزي انتو هون؟ ديار زيزي هي على اساس مزبطت كل شي صرنا ساعتين زيزي هاد محمود؟ ايه حبيبتي هي محمود تعي ايه محمود نحن هون لك طمنوني انتو بخير؟ نحن مناح بس ما قدرنا نفتح الباب بتقدر تتصل بحدا؟ لك حكيت مع الحارس آدم موبايله مسكر والحارس التاني مسافر على الضيعة مدري لوين كمان ما قدرت اوصل له يعني وحكيت مع المدير هلأ هو عم يحاول يلاقي حدا لحتى يعني نفتح الباب ديار؟ اي نعم زيزي كيفة؟ منيحة منيحة ليك جنبي بس نعسانة شوي طيب يعني عندكن شوية مي وغراض يعني في حال ما قدرنا نفتح الباب في موجود كل شي موجود لا تاكل هم انت روح معناتا وبس نطلع من خبرك يا الله طيب ماشي يلا لك الحق علي بيوسق فيك لا الحق مو علي الحق علي خلانا هون وكان وعدنا يا ديار انا نعسل ديار انا اسف عن جد نحن كنا متوعدين نلتقي هون بس ما بعرف لوين راح هاتي انا بحملها شيل ايدك مو البنت ولا حتى شعرة من راسها بقدر امن عليها معك ديار مجنون الولد ها مجنون والله مجنون يعني كيف بيتصرف هيك من عنده والمساكين رح يضلوا هنيك للصبح ورح يتبهدلوا خلاص بكفي انت التاني ديار هنيك وهي بتعرف تدبر راسها ما رح يتبهدلوا كان لازم اضربه له مو لخطيب زينب ايه صحيح ما قلت لي ليش اتخانقت مع خطيبة لزينب عفوا خطيبة السابق يعني شو هدول؟ مفاتيح محل أندر كانوا عنا فجبت البطانيات من عنده ما بيتضايق؟ ما رح يتضايق مني مزبوط أصلاً أنت هيك لأنه لحد هلا ما حدا تضايق منك هلا ليكون مفكرتيني مدلل شو؟ يعني أنه أهلي تاركيني على راحتي وبتصرف من عقلي مو شايف حالتنا؟ لو ما تصرفت من عقلك اليوم ما كنا حنضل هون يا ديار انا عن جد اسف ما كان قصدي يصير هيك بالعكس انا كنت حابب ساعدكم لانه انت والاخ محمود مرق على راسكم مصايب كتير لسه ما مرت لسه ما انتهى شي الزمن واقف عند لحظة واحدة ورح يضل فهمت فهمت الحياة مو مثل الشي اللي عم تساوي بالكمبيوتر مساخ هاي وحطها بمكان تاني لا ما مشي الحال مسحها وغيرها الاخطاء بتنمحها بسهولة مو هيك ابدا هيك. لك اخي انا عن جد عم حس بالذنب هلا فكر معي يعني انت بتعرف سر عن واحد هو ما بيعرفه تمام ويوم عن يوم عم تتقرب منه وما عم تخبره هالسر يعني كل يوم قديش عم تقرب برأيك لك انا عن جد عم بحكي هلا والله ليك انا كل يوم عم اقول لحالي ما رح اتصل ما رح اقرب اكتر بس ما عم يمشي الحال لما بشوف البنت وخاصة لما بسمع صوتها الموضوع بينتهي هون شوف يا كازانوفا هاي مو لعبة ولاد صغار هاي البنت مو اليوم معها وبكرة بتدير ظهرك وبتنساها ما أنا هيك وأنا كمان ماني هيك كيف؟ يعني أنت هلأ قصدك تقول يعني عشق؟ عشق لك؟ عشق والله عشق يعني ما عم لاقي غير اسم لي هيك الموضوع اختلف أنا هون ما عاد فيني أحكي أي كلمة
وطالما الموضوع حب وعشق أنا ما عاد عندي أي صلاحيات راح أتدخل. هذا عشق. شو هاد؟ زهورات تشربي؟ اوكي. من وين جبتها؟ من القهوة، الباب ما كان مقفول. بكرة لازم نحاسبهم على الغراض اللي اخذناها. ما في مشكلة، المهم هلا انت تسامحيني والباقي كله سهل. اذا رزمك شي انا بالمحل ماشي؟ طيب.